لو شفناها بالشكل ولو شفناها بالشكل البطيء كانت كثير ممتازه. واحنا نشاهد ربما احد المصورين يقوم بتنظيف عدسه الكاميرا نظرا للامطار في الواقع بطريقه غير مباشره. نشكر هذا كلا العاصمتين. اذا تغيير الثانيه طهران مع الشوط الثاني من لقاء الهلال السعودي والاتحاد السعودي. تراها انتهى شوطها الاول كما تابعتم معنا وسط أجواء متقلبة.